أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟ وما الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من 4 أيام؟ فهل له الفطر والحالة هذه أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. المسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يسمى بسفر القصر، يعني يبلغ 80 كيلو فأكثر، فهذا الأفضل له أن يفطر عملا بالرخصة الشرعية، وإذا صام وهو مسافر فصومه صحيح ومجزي، بقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. الإفطار في السفر أفضل من الصيام، وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله، وصيامه مجزي وصحيح. وأما إذا نوى إقامة أقل من 4 أيام فإنه له أحكام المسافر، يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة، لأن إقامته إذا كانت أقل من 4 أيام فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر. أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد على 4 أيام فهذا يأخذ حكم المقيم، وتنقطع في حقه أحكام السفر، ويجب عليه أن يصوم وأن يتم الصلاة، لأن أحكام السفر انقطعت بهذه الإقامة التي تزيد على 4 أيام وقد عزم عليها ونواها. نعم، شكرا لكم.